شعوري وأنا برسم بالناس بدون علمهم بكون مليء بالشوق والحماس لردود أفعالهم لأنهم ما بيكونوا عارفين أنا إيش بعمل وخاصة بين أنظار الناس حوالي وأنا عندي إيمان في جملة إنه السعادة مش بالشغلات اللي أنا شخصياً بحققها بل بالسعادة اللي بصنعها على وجوه الناس بعد ما أعطيهم رسوماتهم. إنه أعظم هدية ممكن تتقدم للإنسان اللي هي رسمة أو صورة إله. فأنا بجسد صورته أو وجهه من خلال رسمة بسيطة وبهديها. فالإنسان بشكل عام بحب إنه يطلع على نفسه أو يشوف حاله سواء بصورة أو برسمة. حتى هو بالمصعد أو بالبيت بحب يشوف نفسه على المراية.